الشعور بالذنب من السفر جوا، ايه الموضوع بقى؟ يعني احكي لي كده الجمله او العنوان ده بيقول ايه، بيدل على ايه، فكرت فيه ليه؟ هو اوقات كتير القصه بتيجي منين؟ بتجيلي من موقف بشوفه في الشارع او في الحياه، او من جمله بتبقى لافته جدا. فانا يعني قريت عن حمله اسمها الشعور بالذنب من السفر جوا. دي حمله عاملاها بنت في مدرسه سويديه، ان احنا بتطالب فيه رجال الاعمال والمشاهير والفنانين وكده ان هم يعني يقللوا من فكره سفرهم بالطيارات في جوه البلدان، علشان الطيارات بتطلع عادم بيأثر على البيئه، وبالتالي بيأثر على الناس المحتاجه زراعات ومحتاجه اكل ومحتاجه وما الى ذلك. كانت الحمله بتاعتها اسمها كده الشعور بالذنب من السفر جوا، ان هو شعوره بالذنب من السفر جوا لو انتوا مش محتاجينه. يعني لو انتوا بتسافر جوه البلد اللي انت فيها وممكن في وسائل مواصلات تانية، عربيه او قطر بيقلل شويه من التلوث، اعمل ده. فانا خدت ده ويعني عملت له بقى زي ما بيقولوا كده اسقاط على فكره ان حد مين بيشعر بالذنب من افعال كتير بتحصل في الحياه. مين بيشعر بالذنب مثلا لما يكون في تجربه حب ويتخرج منها بطريقه عنيفه، شعوره بذنب تجاه الشخص اللي كان معاه بيبقى ايه؟ ودي كانت واحده، يعني في ناس ما بتشعرش بحاجه خالص للاسف. يعني انا مبسوطه قوي ان لسه في ناس بتشعر والله. فدي كانت دعوه للناس تشعر بالذنب. يعني كنت بشعر بالذنب من ركوب الطيارات، شعور بالذنب لما بنجرح حد، لما بناذي حد، لان الاذى خصوصا في العلاقات يعني العاطفيه وما الى ذلك بيكون المه قوي جدا والله. في كل العلاقات طبعا، في كل العلاقات، يعني مش بس العاطفيه، احيانا بتبقى في علاقات صداقه بيحصل فيها صدمات، يعني في علاقات كتيره جدا، زماله في الشغل طبعا، اوقات تتفاجئ وتتصدم ان حد عمل معاك انت كده. يعني في علاقات كتيره جدا صحيح للاسف صحيح ما بيحافظوش عليها الناس. فهي ده كانت الكتابه، كانت القصه من اجل كده، ان احنا يعني خدت ده طول الوقت بحب اكتبه، ان يبقى في سلوجان او جمله لافته، وبحاول افهم ما وراء هذه الجمله، ما وراء هذه العباره، ان الجمله دي مش بس على قد نظريه ان الطيارات بتلوث البيئه، لا اكيد ليها معنى تاني اقوى، ومعنى تاني له علاقه بالمشاعر وبالاحاسيس وبالبشر. وده اللي كان حصل في القصة دي تحديدا، يعني على اسم المجموعة. كتبتها في وقت قد ايه؟ خدت منك وقت قد ايه كتابة؟ هي الكتابة عادة القصة بتيجي في وقتها، يعني بيبقى في مسألة تدفق سريع كده، ممكن ساعة ممكن اتنين، لكن مسألة التجويد وطول الوقت الواحد، يعني انا دايما في شغلي حتى في السيناريو بقول لهم انا رجل الدرافتات، انا بكتب الحلقة الأولى خمس ست سبع ثمان درافتات، عشان طول الوقت الكتابة هي عملية تجويد مستمر، وطول الوقت عملية الكتابة في كل أنواعها، مش بس في السيناريو، في السيناريو في القصة وما إلى ذلك، كل الرواية هي مسألة تجويد ومسألة إعادة كتابة من جديد. فهي الكتابة ممكن تكون سريعة، لكن التجويد والدرافتات الإضافية والمسودات ده اللي بياخد الوقت بقى، انك تجود وتعدل بالظبط، بتقعد تقري وتشوفي المناطق الضعف فين، هنا ممكن تقوى ازاي، لان طبعا الكتابة المرة واحدة دي طبيعة الحال بيبقى فيها دفوهات يعني طبعا. وبعدين اعتقد ان اي كاتب، مش بس اي كاتب، يعني اعتقد ان اي حد بيمتهن اي مهنه بيحب دايما يطلع فيها احسن حاجه طبعا، لو هو بيحبها طبعا. فكل ما هيصلح كل ما هيطلع الاحسن بالزبط. كل ما هيصلح كل ما هيطلع الاحسن بالظبط. وفي الكتابه تحديدا كده، عشان هي كده مهنه مضنيه ومحتاجه صبر، لانك انت قاعد لوحدك بتكلم نفسك وبتكلم الورقه وبتصلح لنفسك ايوه، فطول الوقت لازم يكون عندك صبر على مساله الكتابه والتجويد في الكتابه.